طيب معانا الاستاذ احمد مرتضى منصور، طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك وعضو مجلس الشعب ايضا. استاذ احمد، ازي حضرتك؟ كابتن خالد، واخبارك ايه؟ وكل سنه وانت طيب. الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. حمودي راح فين؟ ها، ما راحش في حته لسه. طيب ماشي. ومروان؟ لا، مروان مالهاش علاقه. لا، مروان ما دخلناش فيه يعني صراحه. طيب يعني مروان انا اخر مره يعني كذبته مره واحده في حياتي كده من حوالي شهرين. ما دخلناش. إيه قال لك ايه يا استاذ؟ لا، كان حد جنبه فادهولي وبتاع، انا عرفته من فتره يعني. طيب لا، سلمت عليه يعني. استاذ احمد، في تكدس فظيع من جمهور نادي الزمالك، وناس كتير قوي حابه انها تروح الماتش، وناس كتير ضد فكره الدعوات مره اخرى. يعني ممكن المره اللي فاتت مفيش دعوات يا كابتن خالد. مفيش دعوات المره دي؟ لا، مفيش دعوات، كلها تذاكر. الامن بعت قال العدد الحضور في المباراه 3000 واحد. واحنا طبعنا 3000 تذكره. كاتب الامن بعت لنا جواب 3000 واحد من اعضاء الانديه. يعني انا بتمنى ان هم يخشوا، يعني انا مصلحتي الجمهور يخش، لكن لان الواحد الملعب من غير جمهور بيبقى قاعدين، احنا اللي بنشجع يعني بنحاول نشجع. طب استاذ احمد، هسالك سؤال. هو ليه مثلا الاهلي راح برج العرب في مثلا 100000 فبيسمح له ب 30؟ ليه الاصرار على ملعب بيترو سبورت؟ ما انت ممكن تروح السويس مثلا، ملعب مميز جدا، وممكن تاخد مثلا 15000 20000. ليه الاصرار على ملعب صغير ام بي، ملعب ما لا يسع الا ل 12 13 15000؟ لان الجهاز الفني بيحب يلعب في بيترو سبورت. الجهاز الفني. صحيح. ده طلبه يعني حتى في افريقيا. حتى في افريقيا. في جديد في موضوع الانتقالات الاخيره؟ في كلام ان محمد ابراهيم جاله عقد رسمي من سيون السويسري. لا، ما فيش حاجه. هل صحيح يا استاذ احمد ان اي حد هيجي له عرض اداره النادي هتبحثه ولا مانع من الرحيل؟ يعني بيبقى في نسبه معينه، لكن دلوقتي خلاص بقى صعب يعني. خلاص بعد عرض كهرباء الموضوع اتقفل. عشان عندي قائمه افريقيا وكده. لو في فرصه جايه السنه الجايه ممكن افكر في حاجه زي كده، لكن خلاص الموضوع اتقفل. طب مين الصفقات الرسميه اللي خلاص تم الانتهاء منها في نادي الزمالك؟ يعني هو كابتن علي فتحي، كابتن انا بقول لحضرتك بس الاول، كابتن محمد حلمي حد اسمه بديل. فالباك رايت خلاص الاساسي اللي هو اختاره خلاص، والبديل خلصته برضه. فهو يختار واحد فيهم دلوقتي يعني. هو علي فتحي ومين بقى؟ الباك رايت الاول. لا، باك رايت حسني فتحي واسامه ابراهيم، هيختار واحد فيهم. يعني انا مش هقولها تاني. هو لا، ما انا عارف. انا خلصت حد ثيرد باك خلصت. حد باك ليب مين اول رغبه، ولو رغبه ثانيه خلصتهم. هو بقى اللي هيختار. هو في علي فتحي وفي محمد نصر. ما هو بص حضرتك، هو علي فتحي اللي خلص رسميا دلوقتي. مش هقول ده على طول. خط نص هو تكفي يعني. تمام. لكن هل المهاجمين تحت المهاجمين حد ان شاء الله في مهاجم قوي هيجي نادي الزمالك يا استاذ احمد؟ هو اختار 3 مهاجمين. مصريين. انا عرضت عليه اسم رابع، فهو ادي افضل واحد. بس خد بالك، هو دلوقتي المهاجمين المعروفين قيل وعلى لسان المهندس فرج عامر، حسام باولو مش للبيع ومش هيتباع للاهلي ولا الزمالك. ولا انا عايز اشتري حد من باشمهندس فرج عامر خالص. يعني هو مش عايز يبيع وانا مش عايز اشتري من عنده خالص. يعني ما هو ولا احمد رؤوف كان قيل ان مضى للزمالك، وبعد كده المهندس فرج عامر طلع قال لك لا. انا نادي الزمالك ليه فضل في سموحه، يعني اي طلب سموحه كان بيطلبوه كان بيلبيه، لكن هو مش عايز يرد الفضل ده، فخلاص هو حر. يعني لكن المهاجمين اللي انت رشحتهم الاربعه محليين؟ ثلاثه واحد فيهم. اثنين واثنين. اثنين محليين واثنين اجانب. تمام. الاثنين المحليين مين بقى؟ ما هو انا مش عايز اقول اسامي والله. ليه بتقول يا عم؟ الجمهور عاوز يعرف، عاوز يطمن عشان ينهي الصفقه. يعني لا يبقى. لو خلصهم يبقى خلاص. لا مش لسه ما خلصش. طب صلاح ريكو خلص؟ طب صلاح ريكو في بس مشكله في الاقساط،
الشرطة عايزة فلوس كاش، واحنا يعني على على 3 مرات وخليناهم على 2 مرات عشان خاطر الشرطة، وان شاء الله هيخلص يعني. يعني قصة صلاح ريكو ان الشرطة عايزة كاش وانت بدل 3 مرات هنخليهم 2 بس هما يتفاوضوا معانا، ما يبقاش الموضوع كاش مرة واحدة كده يعني. مايوكا ماشي يا استاذ احمد؟ لا ماشي ماشي، هيمشي لو في مهاجم افريقي اعتقد يعني، لو مهاجم اجنبي ممكن يعني طالما في اثنين كمان. مش لازم مش لازم, مش لازم. تمام، لكن في لا في 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 لعيبه هتتبادل مثلا، في لعيبه هتروح انديه اعارات كلام من هذا القبيل. ابراهيم صلاح رجع رسمي يعني، ده الكلام الاكيد يا استاذ احمد. كابتن ابراهيم صلاح مين اللي خالد قمر راجع؟ لسه ما تحددش موقف، لسه ما تحددش موقف، على حسب طبته نسبه شفائه من طبته. تمام، مين من المعارين تانيين راجعين يا استاذ؟ جمال رجع. مين؟ اسلام جمال. اسلام جمال لكن اوباما خلاص جدد عرى سنه كمان مع الاتحاد السكندري. هل في موضوع الشناوي، هل مش ممكن يتم تجديد عقده بحيث البند ده يتشال، بحيث جمهور نادي الزمالك يبقى مطمن انه قاعد في نادي الزمالك؟ يعني لا، بطني باللعيب اهو، ايه اكيد مش هيكون دي مكان في النادي. فالشناوي إيه؟ العلاقه بطني دي مش الشرط. الصوت بيقطع. طيب بشكرك استاذ الشناوي. الشناوي حضرتك بتقول مين اللعيب اللي ملوش مكان في النادي؟ الشناوي. سامعني كده؟ سامع. العلاقه اللي بتربطنا بيه مش شرط جزائي. دي علاقه نادي بلاعب بيحب النادي ده، فهو حتى عنده شرط جزائي، فقال لك ان هو ما مش هيستخدمه. ومع ذلك في ان شاء الله هنبحث السنه الجايه ان شاء الله. تمام جاد العقد. تمام بشكرك. مش شرط جزائي عشان الشناوي احسن جول في ماتش، احنا عايزين نمد له عقد. تمام بشكرك استاذ احمد مرتضى منصور. هو بيقول كلام مهم جدا لاحمد الشناوي، قال ان انا مش هستعمل الشرط ده وان علاقته بيهم هو شرط جزائي، رغم كده هو بيحب النادي وهيقعد. هنشوف الايام هتثبت ايه اللي هيحصل. احمد الشناوي طبعا حارس مرمى كبير.